السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في كتاب شرح غاية السول لجمال الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف رحمه الله: فصل خطاب الوضع أي تعريفه، إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل خطاب الوضع أي تعريفه، ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. لتعذر معرفة خطابه في كل حال، احترزنا بقولنا بواسطة نصب الشارع عما استفيد بواسطة نصب غير الشارع كالأعلام والنصب في الطرقات ونحوها. وللعلم المنصوب من الشارع أصناف، أحدها العلة، وهي أي معناها في الأصل، أي أصل وضعها، العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال، عن الاعتدال الطبيعي. هذا أصل وضع اللغة، وهي العلة الحاصلة في الأجسام. ثم استعيرت العلة عقلا، أي من جهة العقل لما أوجب الحكم العقلي، لما أوجب الحكم العقلي لذاته. نعم، كالكسر أصلح الخطأ، بدل كلمة كالسكر كالكسر، يعني قدموا الكاف على السين. ثم الكلمة التي تليها للانكسار بهمزة وصل وليست بهمزة قطع، الخطأ في الكلمتين. كالكسر للانكسار والتسويد للسواد. ثم استعيرت العلة شرعاً لمعان، أحدها تشبيهاً بأجزاء العلة العقلية، ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، وهو أي ما أوجب الحكم الشرعي المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله. المعنى الثاني مما استعيرت العلة له شرعاً مقتضى الحكم وإن تخلف، أي المقتضى مقتضي الحكم بكسر الضاد وياء بدل الألف، مقتضي الحكم. أحسن الله إليك. مقتضي الحكم وإن تخلف، أي المقتضي. وكذلك الكلمة التي قبلها في قوله المجموع المركب من مقتضي الحكم، مقتضي بدل مقتضى. نعم، أحسن الله إليك. مقتضي الحكم وإن تخلف، أي المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع. المعنى الثالث مما استعيرت العلة له شرعاً الحكمة، كمشقة السفر للفطر والقصر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص. أحسنت. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الحكم التكليفي وأقسامه، شرع في بيان القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي، وهو الحكم الشرعي الوضعي، ويسمى أيضاً الحكم الشرعي الإخباري. قال: خطاب الوضع أي تعريفه، ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه. ما اسم موصول بمعنى حكم، أي حكم استفيد بواسطة نصب الشارع علما، نصب الشارع أي وضعه لشيء شرطا لشيء، أو سببا له، أو مانعا منه، إلى آخر الأقسام. فمن هنا سمي حكما شرعيا وضعيا، لأنه بمجرد الوضع والإخبار وليس فعل المكلف، ولهذا قد لا يكلف بالحكم الشرعي الوضعي، بخلاف الحكم التكليفي فكل أقسامه داخلة تحت
التكليف. قال: نصب الشارع أي وضعه على من العلم أصلاً هو الشيء المنصوب في الطريق يهتدي به الناس، مثل اللوحات الإرشادية التي تكون على الطرق السريعة مثلاً، هذا يسمى في لغة العرب الواحد منها يسمى على من، وهذا معنى حسي، والمراد هنا المعنى المعنوي. قال: على من معرفاً لحكمه. طيب لما؟ قال: لتعذر معرفة خطابه في كل حال. تصوروا لولا الأسباب مثلاً، الأسباب الشرعية، لاحتيج أن ينص الشارع على كل صلاة في كل يوم، صلي الآن 4 ركعات، ثم بعد مدة يقول صلي الآن 3 ركعات، وهكذا. لكن لما تعذر هذا، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على خلقه أن وضع لهم علامات يعرفون بها أن هذا الشيء سبب للحكم الشرعي، فيجب أن يوجد عنده الحكم، وأن هذا يعني مثلا كدلوك الشمس، دلوك الشمس أي ميل الشمس عن كبد السماء أي وسط السماء إلى جهة الغرب قليلا، فإذا دلكت الشمس ورأى الناس هذه الأمارة الحسية التي يدركها الكل، عرفوا أن الشارع يطالبهم الآن بصلاة ظهر، فوضعوا ونصبوا دلوك الشمس سبباً معرفاً لوجوب صلاة الظهر يسمى حكماً شرعياً وضعياً. ووضع الشارع الحيض مانعاً من وجوب الصلاة على المرأة ومن وجوب أداء الصوم، فهذا حكم شرعي ماذا؟ وضعي. وضع الشارع الحيض مانعاً يعني علماً معرفاً لنا بأن الصلاة قد ارتفع وجوبها عن المرأة، هذا معنى حكم شرعي وضعي. وهكذا بقية أقسام الحكم الشرعي كما سوف يأتي معنا قسماً قسماً إن شاء الله. قال: احترزنا بقولنا بواسطة نصب الشارع عما استفيد بواسطة نصب غير الشارع كالأعلام والنصب في الطرقات ونحوها. يعني هذا شرح مختصر للتعريف، فيقول: إنما تستفاد هذه العلامات المعرفة لأحكام الله سبحانه وتعالى إنما تستفاد بواسطة الشرع، لا بواسطة الحس المحض ولا العقل ولا العادة ولا اللغة ولا غير ذلك، وإنما بواسطة الشرع، بواسطة الشرع. فمن هنا سمي هذا الحكم حكماً شرعياً، فصار الحكم الوضعي هذا القسم الثاني صار من أقسام الأحكام الشرعية، لأن معرفته جاءت من جهة الشرع. قال: وللعلم المنصوب من الشارع أصناف. هنا شرع في بيان أقسام الحكم الشرعي الوضعي، فقال: أحدها العلة، القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي هو العلة. ثم قال: وهي أي معناها في الأصل، أي أصل وضعها، أصل وضعها يعني المعنى اللغوي، الأصل التي الأصل الذي وضعته له العرب معناه اللغوي. قال: العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي. إذن العلة في اللغة، في لغة العرب ما هي؟ هي العرض. طبعا العرض سبق معنا وقلنا معناه باختصار الصفة، وإلا فللمتكلمين فيه تعريفات عدة تزيده غموضا، فالأحسن نقول العرض هو الصفة، الوصف يعني. العرض هو الوصف الموجب لخروج البدن الحيواني كالإنسان والأسد والجمل، لخروجه عن ماذا؟ عن الاعتدال الطبيعي، يعني حال الصحة التي نسميها الصحة،
فإذا خرج عن الصحة سمي عليلا ويقال أصابته علة. ولهذا قال بعد ذلك: وهي العلة الحاصلة في الأجسام التي نسميها المرض. المرض، نعم، هذا معنى العلة في لغة العرب، معناها المرض. ثم قال: ثم استعيرت العلة عقلا، أي من جهة العقل، لما أوجب الحكم العقلي لذاته. ثم استعيرت العلة، أي لفظها، لمعنى عقلي، وهو ماذا؟ يعني الاصطلاح الآن استعيرت من جهة اللغة إلى معنى اصطلاحي، وهو العلة العقلية. ما هي العلة العقلية؟ قال: ما أوجب الحكم لذاته، أي بنفسه، أي بدون واسطة، بمعنى أنه وقع الأثر بعد الفعل مباشرة، وقوع الأثر عقيب الفعل لا محالة، يعني لا بد منه، هذا معنى لذاته. ثم مثل له بمثالين، فقال: كالكسر للانكسار. فتقول: لماذا انكسر الفنجان؟ فتقول: لأن زيدا كسره، فتجعل الكسر علة للانكسار. قال: والتسويد للسواد. ما علة كون هذا الثوب أسود وقد كان خيوطا بيضاء حين نسج؟ فتقول: لأن زيدا سوده. فالتسويد للسواد، والكسر للانكسار، والتحرك للحركة، والتكلم للكلام إلى آخره، هذه كلها علل إيش؟ عقلية، لأن الأثر يقع بعد الفعل لا محالة. قال: ثم استعيرت العلة شرعاً لمعانٍ. طبعا المصنف هنا في هذا المبحث وما بعده يتابع الروضة، والروضة تتابع المستصفى. يقول: ثم استعيرت العلة، يعني بعد استعيرت من أي معنى؟ يقصد من المعنى العقلي لا المعنى اللغوي. ثم استعيرت العلة شرعاً لمعاني، يعني استعار الأصوليون العلة، أي لفظها، من العلة العقلية المعنى الذي ذكره المتكلمون إلى العلة الشرعية التي الكلام فيها في الأصول والفقه. وهذا طبعا مجرد دعوة، هذا دعوة، لأن قائلا يقول: العلة الشرعية المعروفة يعني في الأصول مستعارة من معناها اللغوي، والأصوليون ينصون على هذا، أن العلة بمعناها الأصولي مصطلح المعروف استعير من جهة اللغة لا من المعنى العقلي. أو حصول مشابهة بين العلة الشرعية والعلة العقلية لا يلزم منه أن الأصوليين استعاروا العلة من المعنى العقلي إلى المعنى الشرعي، لا يلزم منه. ولهذا الأصوليون ذكروا المعنى اللغوي للعلة، ثم قالوا: ثم استعيرت للمعنى كذا وكذا بجامع ماذا؟ التغير في كل. فإن العلة إذا طرأت على الصحيح تغير حالته من حال الصحة إلى حال المرض. طيب، والعلة إذا طرأت على الحكم هل تغيره؟ الجواب نعم، فيصير الحكم بعد أن كان لازما لذلك الحكم يصير متعديا، فينتقل الحكم إلى أنواع كثيرة ما نص عليها الشارع للاشتراك في العلة. نعم. قال: ثم استعيرت العلة شرعا لمعان، أحدها تشبيها بأجزاء العلة العقلية ما أوجب، تشبيها بأجزاء العلة العقلية جملة اعتراضية الغرض منها التعليل، يعني هكذا المعنى الأول، أو نقول أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. طيب، لما
لما استعاروها لهذا المعنى؟ قال: تشبيهاً للعلة الشرعية بالعلة العقلية. واضح الكلام؟ كأن فيه تقديماً وتأخيراً. قال: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة، كما أن العلة العقلية توجب الأثر لا محالة. قال: وهو، أي ما أوجب الحكم الشرعي، المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. يعني هذا المعنى الأول للعلة، المعنى الاصطلاحي في أصول الفقه، هو ماذا؟ ما أوجب الحكم لا محالة. ما هو الذي يوجب الحكم لا محالة؟ قال: هو ما اجتمع فيه مقتضي الحكم، أي السبب الداعي له، واجتمع فيه أيضاً شرطه، شرط الحكم، وهي الشروط التي ذكرها الشارع لصحة الفعل، ومحله، وهو ما يقع عليه الحكم، وأهله، وهو المكلف الذي يتعاطى ذلك الفعل. فإذا اجتمعت الأربعة أوجبت الحكم لا محالة، فتصير العلة الشرعية كالعلة إيش؟ العقلية. لماذا؟ قالوا: لأن العلة العقلية، أيضاً العلة العقلية التامة، يعني التي توجب الحكم لا محالة، هي ما اجتمع فيها أربعة أمور، وهي المادية والصورية والغائية والفاعلية. المادية قالوا كالخشب للسرير، فإن السرير يصنع من ماذا؟ من الخشب، فهي مادته التي صنع منها. طيب، والصورية، الصورية هو الشكل الذي يخرج عليه بعد الصنع، يعني قالوا كتربيع السرير، تربيعه يعني صنعه على شكل مربع، هذا ماذا يسمونه؟ الصورية. الفاعلية هو النجار بالنسبة للسرير، هو الذي فعل هذا. والغائية هو الغرض الذي لأجله صنع السرير من الخشب، وهو النوم على السرير. كما قلنا من قبل، هذا كله مجرد دعوى، أن الأصوليين استعاروا العلة للمعنى المعروف عندهم، الوصف الظاهر المنضبط الموجب للحكم، أنه استعاروه من ماذا؟ من العلة العقلية. هذا غير صحيح، إنما استعاروه من المعنى اللغوي، كما فعلوا في سائر المصطلحات، كسائر المصطلحات. لماذا خرج هذا؟ كل المصطلحات يفعلون هكذا، يأخذونها من المعاني اللغوية، فتجد دائما مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. قال طبعا المثال، مثال العلة الشرعية الموجبة للحكم لا محالة، التي اجتمع فيها مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله، قالوا مثل البيع، فإن الحكم هو ملك الثمن للبائع وملك السلعة للمشتري، وهذا الحكم مقتضيه هو حاجة الناس إلى البيع والشراء، فإن كل إنسان يحتاج ما في يد غيره، والشرع جاء لتحقيق مصالح العباد. ومحله هو العين المبيعة، وأهله العاقدان البائع والمشتري، وشرطه الشروط المعروفة للبيع، الشروط السبعة التي درستموها، شروط البيع التي يذكرها الفقهاء. وكذلك مثل النكاح، الحكم الذي ينتج عن النكاح هو ماذا؟ حل وط المعقود عليها، ومقتضيه هو الحاجة لقضاء الوطر ولاستمرار تناسل البشر، وشرطه هو ما ذكره الفقهاء من شروط النكاح، ومحله هي المرأة، والعاقد وهو الزوج، هكذا يقولون. قال: المعنى الثاني مما استعيرت العلة له شرعاً مقتضي الحكم وإن تخلف. المعنى الثاني الذي تطلق عليه العلة اصطلاحاً
هو مقتضي الحكم، وإن تخلف أي المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع. إذن العلة بهذا المعنى ترادف ماذا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ نعم، السبب ترادف الحكمة سوف تأتي إن شاء الله. لا، يرادف السبب، يعني العلة بهذا المعنى الثاني ترادف السبب، لأن السبب هو المقتضي للحكم، المقتضي من الاقتضاء، والاقتضاء معناه الطلب. كما تقول لو قال شخص لأبيه أريد أن أنجح، فيقول له هذا يقتضي منك أن تذاكر. ما معنى يقتضي؟ يعني يتطلب منك أن تذاكر. الاقتضاء معناه الطلب، فمقتضي الحكم يعني الطالب للحكم، الداعي له، الموجب له، وهو السبب. قال: وإن تخلف المقتضي لفوات شرط أو وجود مانع، يعني السبب مطلقا، كأنه يقول العلة بالمعنى الثاني مرادفة للسبب، لأن السبب يبقى سببا سواء تخلف الحكم عنده أو لم يتخلف، فإن السبب قد يوجد ويوجد الحكم، وقد يوجد وينعدم الحكم لفوات شرط أو وجود مانع. الزكاة مثلا حكم شرعي، والمقتضي للزكاة يعني السبب الموجب عليك أن تزكي هو ملك النصاب، مع أن الحكم قد يتخلف لفوات شرط وهو حولان الحول، يكون الحول ما حال، وحتى لو كان عنده النصاب وأكثر ما تجب عليه الزكاة. طيب لماذا وهو قد ملك النصاب؟ فتقول لأن الشرط قد تخلف وهو حولان الحول، لم يحل الحول بعد، وقد يتخلف الحكم لمانع كالدين، عند من يقول من الفقهاء إن الدين يسقط الزكاة. القصاص مثلا مقتضيه ما هو؟ وجوب القصاص على زيد مثلا، تقول مقتضيه هو القتل العمد العدوان، هذا سببه، مع أن الحكم الذي كان ينبغي أن يوجد عنده أي عند القتل العمد العدوان وهو القصاص قد يتخلف، يتخلف يعني ينعدم لا يوجد، يعني يتخلف لفوات الشرط مثل المكافأة بين القاتل والمقتول، فقد لا يكون هناك مكافأة، كأن يقتل مسلم ذميا مثلا، عند من يقول بعدم وجوب القصاص عليه، أو يتخلف الحكم وهو القصاص لوجود مانع، كأن يكون القاتل أبا للمقتول، فقد وجد السبب وهو القتل العمد العدوان وتخلف الحكم لوجود المانع. ثم قال: المعنى الثالث مما استعيرت العلة له شرعا الحكمة. إذن المعنى الاصطلاحي الثالث لكلمة أو لمصطلح العلة هو ماذا؟ الحكمة. فتكون العلة والحكمة يكونان مترادفين بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي سوف يذكره. وإلا فالعلة غير الحكمة، العلة شيء والحكمة شيء، ولهذا لا يختلف الأصوليون في جواز التعليل بالعلة، تعليل الحكم بالعلة، لكن يختلفون في جواز تعليل الحكم بالحكمة. فقال: المعنى الثالث مما استعيرت العلة له شرعا الحكمة كما شقت السفر للفطر والقصر، وليت المصنف أضاف بعده والجمع، لكان أحسن في العبارة. كما شقت السفر للفطر أن يفطر في رمضان المسافر، والقصر أن يجعل الرباعية صلاة رباعية ركعتين، والجمع أن يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، فإن دفع المشقة
الآن عندنا الحكم هو الترخص بالفطر والقصر والجمع، هذا حكم شرعي. طيب، وما هي الحكمة؟ يعني لو قيل لما السؤال عن العلة أو الحكمة، لما جاز لزيد أن يصلي الظهر ثنتين ويجمع بين الظهر والعصر ويفطر في رمضان؟ فتقول لأنه يعني تقول دفعا للمشقة، طبعا هو مسافر، أنت ما عللت بالسفر إنما عللت بدفع المشقة، ودفع المشقة علة ولا حكمة؟ هي حكمة. العلة أقوى من الحكمة، لأن العلة تتصل بالحكم مباشرة، وأما الحكمة فهي علة العلة. يعني الآن عندنا ماذا؟ عندنا حكم شرعي، وعندنا علة، وعندنا حكمة. فالعلة هي الموجبة للحكم، والحكمة هي علة العلة. كيف هذا؟ تقول لما جاز لزيد وهو مسافر، لما جاز له أن يفطر في رمضان؟ فتقول لأنه مسافر. فترجع وتسأل مرة أخرى فتقول ولما المسافر يفطر في رمضان؟ فتقول دفعا للمشقة. مثال آخر، وجوب القصاص على القاتل حكم شرعي، إذن وجوب القصاص حكم شرعي. فيسأل السائل عن العلة والسبب، يقول لما يجب قتل زيد؟ فتقول لأنه قتل عمدا عدوانا. فيرجع ويسأل فيقول ولما القاتل عمدا عدوانا يجب قتله؟ فتقول حفظا لدماء الناس ولكم في القصاص حياة. فتلاحظون أن الحكمة هي علة العلة، فاتصالها بالحكم بعيد، والعلة اتصالها بالحكم قريب، فالقريب أقوى من البعيد. ولهذا العلة تضطرد والحكمة قد تتخلف. كيف؟ المسافر بوصف السفر يترخص بالأشياء المذكورة هنا، وهو ماذا؟ الفطر والقصر والجمع. والعلة موجودة دائما ما دام أنه في حال السفر، فالحكم والعلة متلازمان، أليس كذلك؟ ما دام أنه مسافر يصلي ثنتين الرباعية ويجمع بين الصلاتين ويفطر في رمضان. لكن تعالوا إلى المشقة، قد تنعدم ويوجد الحكم. فالمسافر المترفه بسفره كشخص غني مثلا يجد من المتعة في السفر ما لا يجده في الإقامة، ويقول يا ليت أيامي كلها سفر. هل هذا يصلي الرباعية ثنتين؟ يصلي. طيب أين دفع المشقة؟ ويقول يا ليتني دائما مسافر، ما وجدت المشقة، ومع ذلك قد وجد الحكم. فلهذا العلة أقوى من الحكمة. لكن كما قلنا أن بعض الفقهاء وبعض الأصوليين يتسامح في العبارة، فيستعمل كما ذكر المصنف هنا رحمه الله، يطلق العلة على الحكمة. وهذا كثير في كتب الفقه والأصول. نعم. قال والدين لمنع الزكاة، طبعا هو يختصر الكلام كما قلنا من قبل، والدين لمنع الزكاة، هو الدين مانع من الزكاة، لكن الحكمة كما قالوا هي انقهار مالك النصاب بالدين، يعني يحصل لنفسه القهر بغلبة الدين على نفسه التي تجعله لا ينام ولا يستطيع أن يقضي حوائجه وضروراته، هذه هي الحكمة. قال والأبوة لمنع القصاص، وطبعا الحكمة ما ذكرها المصنف رحمه الله كما قلت لكم، وما إلى الآن ما مثل بالحكمة، لأن الدين مانع من الزكاة والأبوة مانع من القصاص، وإنما الحكمة أن يقال هكذا، أن الأب كان سببا لوجود الابن فلا يكون الابن سببا لعدمه، هذه الحكمة. ومن أمثلة الحكمة
اختلاط الأنساب في تحريم الزنا فإنه حكمة وليست علة، ولهذا حتى لو أمن اختلاط الأنساب ترتب على الزنا التأثيم والجلد أو الرجم إلى آخر الأحكام المتعلقة بالزنا. نعم. ثم قال: الصنف الثاني. الصنف الثاني من أصناف العلم المنصوب السبب، وهو أي تعريفه لغة، أي من جهة اللغة ما توصل به إلى الغرض كالحبل المتوصل به إلى ماء البئر. واستعير السبب شرعاً لمعان، أحدها أي المعاني التي استعير لها السبب شرعاً ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. الثاني مما استعير لها السبب شرعاً علة العلة كالرمي هو سبب القتل، وهو علة الإصابة التي هي علة الزهوق. الثالث مما استعير له السبب شرعاً العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الرابع مما استعير له السبب شرعاً العلة الشرعية كاملة، وسميت سبباً لأن علتها ليست لذاتها، لأن عليتها ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. أحسنت. الآن الصنف الثاني، يعني القسم الثاني من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، السبب. فقال: الصنف الثاني من أصناف العلم المنصوب السبب، وهو أي السبب تعريفه لغة، أي من جهة اللغة ما توصل به إلى الغرض، يعني ما أوصل إلى المطلوب يسمى في لغة العربي سبباً، كالحبل المتوصل به إلى ماء البئر حين يضع الحبل في الدلو ثم ينزع به الماء. ومنه قوله تعالى عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً. فالسبب هي يعني أمور أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الملك الصالح حتى ساد بها وقهر بها، يعني ساد بها الناس وقهر بها أعداء الدين. ثم قال: واستعير السبب شرعا لمعاني. انظروا ماذا قال هنا: استعير السبب شرعا لمعاني، يعني استعار الأصوليون مصطلح السبب، لفظ السبب، لمعان شرعية أو اصطلاحية أصولية. استعارها من أين؟ من اللغة. طيب لماذا لم يقل هذا في العلة؟ واضح؟ مع أنه سوف يذكر بعد ذلك ماذا؟ رابعا، العلة الشرعية الكاملة. ماذا تسمى؟ تسمى سببا في المعنى الرابع. واضح الأمر عندكم؟ يعني هنا قال: استعيرت العلة الشرعية شرعاً من المعنى العقلي، وهنا قال: استعيرت من المعنى اللغوي، مع أنه ذكر من معاني السبب العلة الكاملة. واضح؟ نعم. قال: واستعير السبب شرعاً لمعان، أحدها أي المعاني، كلمة أي المعاني تفسير للضمير، يعني أحد هذه المعاني التي استعير لها السبب شرعاً ما هو؟ قال: ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية، فالأول سبب والثاني علة. إذن ما هو المعنى الأول الاصطلاحي للسبب؟ ما يقابل المباشرة. كيف؟ بالمثال يتضح هذا. قال: كحفر البئر مع التردية، شخص حفر بئرا ثم جاء غيره فأردى شخصا في البئر، أرداه دفعه وألقاه في البئر فمات. أين السبب وأين العلة؟ الآن الحفر سبب، والتردية أي دفع ذلك الشخص المعصوم بالماء
هذا علة، علة، لأن هي التي يتعلق بها الحكم. أيهما الذي يقام عليه القصاص؟ من حفر البئر أو من أردى غيره في البئر؟ الذي أردى، الذي أرداه. ولهذا قال الفقهاء إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة، قاعدة فقهية تذكر في قواعد الفقه. وهذا معنى قوله في مقابل ماذا؟ المباشرة، يطلق السبب على ما يقابل المباشرة، يعني فعلان يصح أن يضاف الحكم إليهما، وهو ماذا؟ المباشرة، مباشرة الفعل الذي ترتب عليه الحكم، وما كان سبباً لموت ذلك الشخص مثلا. ثم قال الثاني مما استعير لها السبب، يعني مما استعير لتلك المعاني لها، ولهذا أنث الضمير، مما استعير لها السبب شرعا علة العلة، أي سببها، المراد هنا سببها، سبب العلة، يعني الذي اقتضى العلة فحصلت العلة بعده. كيف؟ قال كالرمي هو سبب القتل، وهو الضمير فيه هو يرجع للرمي وليس للقتل. إذن هكذا كالرمي سبب القتل، والرمي هو علة الإصابة التي هي علة الزهوق أي الموت. الرمي سبب لماذا؟ الرمي يقصد يعني رمي الرمح مثلا أو رمي السهم ونحو ذلك. سبب ماذا؟ قتل ذلك الشخص الذي رمي. فالرمي علة للإصابة، أي وقوع ذلك السهم أو الرمح في بدنه، والإصابة هي علة الزهوق أي الموت. ثم قال الثالث، وضح هذا الأخير، يعني الحكم الشرعي الآن ماذا؟ وجوب القصاص. ما علته؟ فتقول علته القتل. ما سببه؟ فتقول سببه رمي المقتول بسهم مثلا، هكذا يريد. نعم. الثالث مما استعير له السبب شرعا العلة بدون شرطها، العلة بدون شرطها، يعني من معاني السبب اصطلاحا أنه يطلق على العلة التي تخلف الشرط عنها. وكذلك لو قال أو وجود المانع، ليت المصنف أكمل العبارة، يعني العلة بدون الشرط أو بوجود المانع. ولو أنه لم يضف الشرط إلى العلة لكان أحسن، لأن المراد هنا ليس المراد الشرط الذي يشترطه الأصوليون لصحة العلة، لا، ما يقصد هذا، وإنما يقصد الحكم الشرعي الوضعي الذي نسميه الشرط. يعني العبارة هكذا، نقول ماذا؟ الثالث العلة مع تخلف الشرط أو وجود المانع، هكذا معنى العبارة، هكذا تكون أفضل. المعنى الثالث الذي تطلق عليه يطلق عليه السبب هو العلة مع تخلف الشرط أو وجود المانع. ثم مثل الأول، وطبعا الثاني لم يذكره أصلا فنمثل له. فوجود العلة مع تخلف الشرط كما مثلنا بالنصاب للزكاة، فإن ملك النصاب سبب يوجب على المكلف أداء الزكاة. بدون الحول هل تجب الزكاة؟ يعني ما حال الحول بعد؟ مر 9 أشهر مثلا إلى الآن وعنده مبلغ كبير من المال يفوق النصاب، تجب الزكاة؟ لا تجب الزكاة. طيب هل ملك النصاب سبب ولا يصير ليس سببا؟ لا، يبقى سببا، يبقى سببا. فتقول لما يكون سببا والسبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم؟ هذا تعريف السبب. فتقول لأن الحكم قد يتخلف عن السبب
لفقدان الشر، وكذلك الأمر مع وجود المانع. فالشخص عنده النصاب ولكن عنده دين يستهلك النصاب أو أكثر أو ينقصه عن المقدار الذي تجب فيه الزكاة، فحينئذ ملك النصاب يبقى سبباً مع أن الحكم قد تخلف. فتقول: لما سميته سبباً والحكم قد تخلف؟ والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فتقول: لم يلزم وجود الحكم هنا لوجود المانع، لوجود المانع. قال: الرابع مما استعير له السبب شرعاً العلة الشرعية كاملة. يعني هنا نفس التفسير ونفس الأمثلة، لأنه أحال على العلة الشرعية الكاملة التي سماها الكاملة هناك، وهي ما اجتمع فيه ماذا؟ مقتضي الحكم وشرطه ومحله وأهله. فالمثال نفس المثال السابق ما مثلنا به في البيع وفي النكاح. طبعاً وكل هذا كما قلنا على التسليم بما ذكره المصنف رحمه الله من وجود علة كاملة وعلة غير كاملة. قال: وسميت سبباً. وسميت سبباً هذا شروع في ماذا؟ في جواب اعتراض مقدر، كأنه يقول: أنت سميت الشيء بغير اسمه، فالسبب غير العلة، ولهذا أنت جعلتهما صنفين من أصناف الحكم الشرعي الوضعي، فلما سميت العلة سبباً؟ فقال: لأن عليتها، أي لأن علية العلة أثر العلة وهي كونها تقتضي الحكم توجبه. قال: ليست لذاتها، لأن علية العلة ليست لذاتها بل بنصب الشارع لها، فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. يقول: علية العلة، علية العلة ليس لذاتها، لو كان لذاتها لكانت علة عقلية وليست علة شرعية. إذا ما دام أنت سميتها علية شرعية، علة شرعية، فإذا كونها علة إنما استفيد بواسطة الشرع لا العقل ولا الحس ولا اللغة. فأشبهت بهذا ماذا؟ السبب، لكنه فسره بعد ذلك بقوله: لأن السبب ما يحصل الحكم عنده لا به. وهذا تذكرون في آخر درس ذكرنا ما عليه من المؤاخذة، تذكرون أو نسيتم؟ ذكرنا هذا وقلنا أنه لا فرق بين العبارتين. هذه العبارة ذكرها أبو بكر الباقلاني رحمه الله: ما يحصل الحكم عنده لا به، ما يحصل عنده الحكم، ما يحصل به الحكم سواء، ما تغير شيء، يعني حصل بواسطة العلة. فالحكم وهو تحريم الشرب علته الإسكار، الحكم حصل عنده أو لا؟ حصل عنده، لما وجد الإسكار في هذا المشروب وجد التحريم. طيب والحكم أيضا حصل به ولا لا؟ حصل به، ولهذا نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فبه يوجد وبانعدامه ينعدم، فلا فرق بين العبارتين. نعم. ثم قال: الصنف الثالث. الصنف الثالث من أصناف العلم المنصوب الشرط، وهو أي تعريفه لغة العلامة، ومنه قول الله عز وجل: جاء أشراطها، وهو شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، كالإحصان والحول، ينتقي الرجم والزكاة. ينتفي أصلحوها. وقال قبل ذلك ماذا؟ وهو شرعا ما لزم، السطر الذي قبله، من انتفائه، يعني بدل القاف ف من انتفائه، ثم بعد ذلك السطر الذي يليه ينتفي بدل ينتقي.
وهو شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما. وقولنا على غير جهة السببية احترزنا بهذا عن السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود، وليس الشرط كذلك لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. ومن ثم قيل في حد الشرط ما يلزم، وقيل هو ما لزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فاحترزنا بلفظ ما يلزم من عدمه العدم من المانع، وبلفظ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم من السبب، ومقارنة الشرط السبب، وهو أي الشرط عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة وستر العورة للصلاة. قال بعضهم وعادي كنصب السلم لصعود السطح. أحسنت إلى هنا. نعم، كان في سؤال؟ عند الحكم، عند ما يحصل الحكم عنده، أي عند الوصف، لا به، أي لا بذات الوصف. طبعا هذا ينبني على مسألة كلامية عند الأشاعرة وقع فيها نزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، فلهذا تكلف الأشاعرة وتعبوا في تعريف العلة، فرارا من أن نقول إنها هي المؤثر في الحكم أو الموجب للحكم. فلهذا يقول الحكم ما يحصل به، إنما يحصل من عند الله، فتقول يحصل عنده. طيب عنده وبه ما الفرق في لغة العرب؟ يعني لا فرق. واضح؟ قال الصنف الثالث من أصناف العلم المنصوب، أي القسم الثالث من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، الشرط، وهو أي تعريفه لغة العلامة، ومنه قول الله عز وجل فقد جاء أشراطها، أي علاماتها، علامات الساعة. ومنه الشرط، الشرطي الشرط سموا شرطا لأنهم يضعون الشرط على أيديهم لتمييزهم عن غيرهم. قال وهو شرعا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، وهو تعريف الطوفي قلده فيه المصنف رحمهم الله جميعا. ثم مثل للشرط بقوله كالإحصان والحول، ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما. طبعا هذا طي ونشر مرتبان، كالإحصان ينتفي الرجم إذا انتفى، والحول تنتفي الزكاة إذا انتفت. فالزاني إذا لم يكن محصنا هل يرجم؟ تقول لا، الرجم الذي هو حكم شرعي ينتفي هنا. لماذا؟ لأن شرط الرجم أن يكون الزاني محصنا. طيب والحول لمالك النصاب، إذا انتفى الحول بمعنى ما حال الحول بعد، فإنه ينتفي وجوب، عليكم السلام، فإنه ينتفي وجوب الزكاة. ثم قال على غير، وقولنا على غير جهة السببية احترزنا بهذا عن السبب. يعني تعريفات ينبغي أن يراعى فيها شيئان، الاختصار والوضوح، لأنك إذا أطلبت في التعريف خرجت عن الغرض، ولا ما الفرق بين أن تشرح مصطلحا وبين أن تعرفه؟ يصيغان سواء. والوضوح، فلو أتيت بألفاظ ملغزة مبهمة تحتاج أن تقف عندها وقفات طويلة، كما سوف يأتي إن شاء الله الآن التعريف الذي نقله عن القرافي، فإنه يخالف المقصود من التعريفات. فالمصنف لو أنه هو الآن يريد ماذا؟ يريد أن يعرف المصطلح بتعريف يميزه عن غيره، وعندنا الشرط والسبب والمانع فيها شيء من يعني التقارب، يعني قد تلتبس على طالب العلم. فقال هو ماذا؟ الشرط ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية. هو لو استبدل قوله
على غير جهة السببية بقوله ولا يلزم من وجوده الوجود كما فعل الكثيرون لسلم، ما احتاج إلى أن يعني يكون التعريف عسيراً وأن يدخل في التعريف ضد المعرف، لأن السبب قسيم للشر فهو ضده. وعند في الشروط التي يذكرها المناطق لا تذكر ضد المعرف بالتعريف، يعني ما تقول العدد الزوجي هو ما ليس بفردي، ما يصلح هذا بالتعريف. فلو قال ما لزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم لكان أحسن، لأنه مقصوده بهذا قوله على غير جهة السببية يقصد هذا، يقصد ولا يلزم من وجوده الوجود. قال وقولنا على غير جهة السببية احترزنا بهذا عن السبب، فإنه يلزم من وجوده الوجود وليس الشرط كذلك، لأنه لا يلزم من وجوده الوجود. قال ومن ثم قيل في حد الشرط أي في تعريفه ما يلزم أو ما لزم، عبر عن العبارتين بقيل وقيل، والأمر يسير، الماضي والمضارع الأمر فيهما يسير. ما لزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الآن اتضح ولا صار غامض المعرف؟ صار غامضا ليس كذلك؟ دائما كلما أطلت، هم طبعا أطالوا، الذين أطالوا أرادوا أن يصلوا إلى حد جامع مانع، طبعا هذا قصد، هذا الذي قصدوه، يعني المقصد صحيح، من عرف بهذا التعريف لهم مقصد حسن، وهو أن يكون التعريف جامعا مانع لا يرد عليه شيء، ومع ذلك ما سلموا من الاعتراض. ولهذا انتقد شيخ الإسلام رحمه الله المناطق وغيرهم الذين يغالون في التعريفات. التعريفات شيء حسن، لأن المصطلحات مفاتيح العلوم، وما من علم إلا وهو قائم على مصطلحات، فتعريفها أمر لا بد منه، لكن الإشكال في ماذا؟ في الإغراق، بحيث يسير التعريف أغمض من المعرف. فمثلا ما يلزم من وجوده وجود، ما لزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وبعضهم يضيف لذاته، فتحتاج أن تعرف مرجع الضمير وهذا يرجع إلى ماذا وماذا يريد بهذا القيد. وبعد كل هذا ورد عليهم أيضا اعتراضات ما سلم لهم هذا التعريف أيضا، لكن نشرح كما ذكر المصنف رحمه الله. فقال فاحترزنا بلفظ ما يلزم من عدمه العدم، احترزنا من المانع. لماذا؟ لأن المانع ما يلزم من عدمه العدم ولا الوجود. قال وبلفظ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم احترزنا به من السبب، واحترزنا به من مقارنة الشرط السبب، يعني احترزنا به من شيئين. إذن قوله ولا يلزم أي شرط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم احترز به من شيئين، من السبب ومن اقتران الشرط والسبب. وطبعا هذا في الحقيقة يرجع إلى قوله، يعني هذا الاحتراز صحيح، لكنه يرجع إلى قوله ولا يلزم من وجوده وجود إلى هنا فقط. أما قوله ولا عدم فشيء آخر، لأنه احترز به عن مقارنة الشرط المانع، لأنه حينئذ العدم ليس يعني حصل لوجود المانع وليس لوجود الشرط، فإذا وجد الشرط لكن صحبه مانع تخلف الحكم، لكن لوجود المانع وليس لوجود الشرط، كالدين مع حولان الحول. نبين إن شاء الله بعد أن نأخذ المانع كيف نعرف المصطلحات الثلاثة وكيف نضبط الفرق بينها بعبارات أخصر وأيسر إن شاء الله. طبعا هو يقول ماذا؟ قال
ولا يلزم من وجوده وجود احترز به عن السبب. لماذا؟ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود. دلكت الشمس تجب صلاة الظهر، ملكت النصاب يجب عليك الزكاة، وهكذا. قال: ومقارنة الشرط السبب، يعني إذا اقترن الشرط مع السبب، فإن الوجود وجود الحكم حصل من ماذا؟ لوجود ماذا؟ السبب. حصل لوجود السبب، لأنه هو الذي اقتضى الحكم، وليس لأجل وجود الشرط. فإن الشرط قد يوجد ولا يوجد معه الحكم، كالطهارة أي الوضوء. لو توضأ تلزمه أن يصلي وما دخل الوقت؟ لا، ما يلزمه الصلاة. فما يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، إنما الأحكام تضاف للأسباب الموجبة لها المقتضية لها. قال: وهو أي الشرط عقلي. نعم. ولا عدم كل احتراز من المانع، احتراز من ماذا؟ من مقارنة الشرط للمانع. لماذا؟ لأن لزوم العدم حينئذ يضاف لماذا؟ لوجود المانع وليس لوجود الشرط. هذا أيضا فيه إشكال آخر. صحيح صحيح، لذاته. أي نعم، لذاته وليس لشيء آخر. نعم. نعم. قال: وهو أي الشرط عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه، وشرعي كالطهارة. هذه أقسام الشروط، وأضاف إليها رابعا وهو الشرط العادي. الشرط العقلي كالحياة للعلم. زيد لو كان ميتا ولقنته مسائل العلم، هل يتعلم؟ تقول: لن يتعلم. لما؟ فتقول: لأنه فقد شرط العلم، وشرط العلم هو ماذا؟ أن يكون حيا يسمع ويفهم. لغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه. لو قال لامرأته: إن دخلت دار زيد فطالق، فإنها لا تطلق حتى تدخل الدار الزيد. والشرط هنا شرط لغوي لوجود الأداة، أداة الشرط، وهي إن. وإن كانت الشروط اللغوية أسباب شرعية كما يقول العلماء، الشروط اللغوية أسباب شرعية. فلو طلقت هذه المرأة بعد الدخول، تقول: لما طلقت؟ لما طلقت فلانة؟ فتقول: لأنها دخلت دار فلان، فتضيف الحكم إلى سبب، وهو سبب شرعي مبني على خطاب لغوي. قال: وشرعي كالطهارة وستر العورة للصلاة. فإن الوضوء، الطهارة يعني من الحدثين عموما، شرط للصلاة، وكذلك ستر العورة شرط في الصلاة، واستقبال القبلة كذلك. قال بعضهم معادي، يعني قال بعضهم بزيادة قسم رابع للشرط، وهو الشرط العادي. العادي يعني الذي تحكم به العادة والطبيعة، طبيعة الإنسان وغيره من أنواع الحيوان. فلهذا مثل له بنصب السلم لصعود السطح، فإن صعود السطح لن يتم إلا بشرط، وهو ماذا؟ أن يضع سلماً يصعد فيه. وهذا شرط عقلي أو عادي؟ قالوا: هذا شرط عادي، لأن العقل يجوز صعود السطح بلا سلم، بل الحس يدل على هذا. البناء قد لا يكون مرتفعاً، وهو شخص رشيق، فقد يثب إلى السطح من غير استعمال السلم. ومثل الغذاء لحياة الإنسان، فإن شرط استمرار حياة الإنسان تناوله للطعام، وهو شرط عادي، لأن العقل يجوز وجود إنسان وهو لا يأكل. ممكن يعني من حيث العقل
باب التصور العقلي هذا باب واسع جدا. ثم قال طبعا الآن ما أخذنا المانع، نأخذ المانع ثم نبين الثلاثة التي وعدنا بها إن شاء الله. تفضل يا شيخ. وعكسه أي عكس الشرط المانع، وهو أي تعريفه ما يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض والجنابة يمنع من صحة الصلاة، والصغر يمنع من صحة البيع، والجنون يمنع من صحة العبادة وغيرها، وكالأبوة تمنع القصاص. نعم، هذا هو الصنف الرابع، وحقه أن يقول الصنف الرابع كما فعل في الأقسام السابقة بأن يقول مثلا الصنف الرابع المانع، وهو عكس الشرط، أليس يكون أفضل بالعبارة؟ لكن الأمر يسير وهو في مقام الاختصار، فلهذا اكتفى بقوله وعكسه أي عكس الشرط المانع، وهو أي تعريفه ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ما يلزم من وجوده عدم الحكم. قال كالحيض والجنابة يمنع من صحة الصلاة، يعني يمنع كل منهما من صحة الصلاة، فلهذا لم يثني، لم يأتي بضمير التثنية بعد يمنع، لم يقول كالحيض والجنابة يمنعان من صحة الصلاة، قال يمنع، وهذا سائغ، يعني يمنع كل منهما من صحة الصلاة. قال والصغر يمنع من صحة البيع، والجنون يمنع صحة العبادة وغيرها كالبيع مثلا والهبة مثلا والإجارة ونحو ذلك، كل ذلك يمنعه الجنون. قال وكالأبوة تمنع القصاص، نعم قد يقتل ولده عمدا عدوانا ولا يقام عليه القصاص لأنه أب للمقتول، فهذا مانع. أقول يعني الأحسن والله أعلم أن تعرف الثلاثة بتعريفات متقاربة مختصرة يحصل معها المقارنة، لأن دائما بضدها تتمايز الأشياء، وهذه الثلاثة الشرط والسبب والشرط والمانع هي أضداد، لأن كل واحد منها قسيم الآخر فهو أيضا ضده. فلو قيل الشرط ما يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده الوجود، يعني وجود الحكم، هذا ماذا؟ الشرط. والمانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه العدم. المانع ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه العدم. السبب ما يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه العدم، ومن عدمه العدم. الضابط الذي يضبط يعني الفروق بين الثلاثة ما ذكره القرافي أيضا رحمه الله وغيره، فقالوا المعتبر من الشرط عدمه، المعتبر من الشرط عدمه، ومن المانع وجوده، ومن السبب وجوده وعدمه. المعتبر من الشرط عدمه، ومن المانع وجوده، ومن السبب وجوده وعدمه، وهذا صحيح. الآن المعتبر من الشرط متى يظهر أثر الشرط؟ أنه لو عدم انعدم الحكم. المانع يظهر اعتباره عند وجوده يمنع الحكم الشرعي، والسبب في الوجود والعدم، ويمثل يعني للثلاثة بمثال، مثال الزكاة، النصاب سبب، والحول شرط، والدين
مانع. نعم. الخامس تفضل يا شيخ. والصحة أي تعريفها في العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة الأمر، فصلاة من ظن الطهارة صحيحة فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا على الأول، والقضاء واجب على القولين عند الجمهور. نعم عند الجمهور، أضيف الميم حرف الميم عند الجمهور. أحسنت. ثم قال والصحة. والصحة في المعاملات كالبيع ونحوه ترتب أحكامها ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، أي ترتب أحكام المعاملة المقصود بها على تلك المعاملة كالبيع مثلا، الصحة فيه أن تترتب الأحكام المقصودة به عليه، فإن المقصود من البيع الانتفاع بمال الغير، فلا بد أن يكون المبيع منتفعا به، فلهذا اشترط في الصحة النفع والقدرة على التسليم والعلم به، لأنه قد لا يصلح لانتفاعه، وكونهما أهلا للانتفاع فلهذا اشترط التكليف، وكون العين ملكا له أو مأذونا له فيها، فإذا وجدت هذه الأحكام التي مقصود البيع لأجلها عليه صح، وإذا انتفت أو بعضها انتفت الصحة. أحسنت. هذا هو الصنف الخامس، القسم الخامس من أقسام الحكم الشرعي الوضعي، وهو الصحة. وقال تعريفها في العبادات، لأن الصحة تدخل بابين من أبواب الفقه الإسلامي، العبادات والمعاملات. العبادات معروفة، والعبادات والمعاملات بشقيها، المعاملات يعني الأنكحة والبيوع، معاملات المالية والأسرية كما يقولون. قال تعريفها الصحة في العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وقوع الفعل كافياً في سقوط القضاء. إذن الصحة ما هي؟ سقوط القضاء. الصحة في العبادات هي سقوط القضاء، يعني سقوط المطالبة الشرعية، فإذا أذن عليه العصر فقام وصلى 4 ركعات بتمام أركانها وواجباتها وشروطها، قيل صلاته صحيحة، فالصحة حكم شرعي، فيقال ما معنى صحيحة؟ فتقول أي سقط القضاء، ما يجب عليه أن يصلي عصرا ثانيا. ثم قال عند الفقهاء، إذن هو سوف يشير الآن إلى ماذا؟ إلى خلاف في التعريف الاصطلاحي للصحة في العبادات. فقال عند الفقهاء أهل المذاهب الأربعة، ليس كما فسرها بعضهم أن الفقهاء والمتكلمين، فسر الفقهاء بالحنفية والمتكلمين بالمالكية والشافعية والحنابلة، ليس كذلك، ليس هذا المراد. المراد بالفقهاء يعني غير المتكلمين، أتباع المذاهب، أهل الفقه والحديث. ماذا قالوا؟ سقوط القضاء. طيب وعند المتكلمين المقصود المعتزلة، ماذا قال المعتزلة؟ قالوا موافقة الأمر، يعني موافقة فعل المكلف للأمر الشرعي، هكذا موافقة فعل المكلف، يعني فعله تلك العبادة، أن يقع هذا الفعل موافقا للأمر الشرعي. ثم قال فصلات بفاء النتيجة أو فاء التفريع، يعني فيتفرع عن هذا أو فينتج من هذا، أن صلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول، يعني كأنه يقول إن ثمرة الخلاف بين الفريقين يظهر في صلاة شخص ظن أنه متطهر أي متوضئ، فقام وصلى، ثم بان له بعد الصلاة أنه كان محدثاً،
قال: فصلاته صحيحة على قول المتكلمين، وغير صحيحة على قول الفقهاء. لماذا صحيحة على قول المتكلمين؟ لأنهم قالوا الصحة موافقة الأمر، وهذا الذي صلى بظن الطهارة وافق الأمر الشرعي، فإن الطهارة يكفي فيها إما اليقين أو الظن، إما اليقين يتوضأ يصلي مباشرة، وإما الظن بأن يصلي صلاة ثم يبقى مدة طويلة إلى صلاة ثانية، ومع طول المدة يبدأ يعني يشك ويقول: هل بقيت على طهارتي أو أنا أحدث؟ فنقول: صلي بظن الطهارة يكفيك. فإذا هو وافق الأمر الشرعي، إذن هي صحيحة. طيب، ولماذا غير صحيحة على قول الفقهاء؟ فتقول: لأن القضاء لم يسقط عنه، بل يجب عليه أن يقضي الصلاة. ثم قال: والقضاء واجب على القولين عند الجمهور. يعني الاختلاف كأنه يقول في التسمية، أن المتكلمين قالوا في من صلى بظن الطهارة ثم بان حدثه أنها صلاة صحيحة، والفقهاء قالوا باطلة. هذا من حيث العبارة فقط، الاختلاف العبارة. أما من حيث الأثر الشرعي فلا يختلفون أن هذا الشخص يلزمه القضاء، لكنهم ماذا قال بعد ذلك، بعد أن قال عند الفريقين أو على القولين؟ قال: عند الجمهور. يعني جمهور العلماء قالوا بأنه يلزمه القضاء ما دام أنه تبين له الحدث. وذهب عبد الجبار، القاضي عبد الجبار وأتباعه، إلى أنه لا يجب عليه القضاء، فلهذا قال المصنف هنا: عند الجمهور. ثم قال: والصحة في المعاملات كالبيع ونحوه هو ماذا؟ ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. أحكام ماذا؟ المعاملة، يعني هذا النكاح أو ذلك البيع مثلا. ترتب أحكام المعاملة المقصودة شرعا على هذا الفعل الذي صدر من المكلف. قال: أي ترتب أحكام المعاملة المقصودة بها على تلك المعاملة، كالبيع مثلا. الصحة فيه أن تترتب الأحكام المقصودة به عليه. يعني ما المقصود من البيع حين جوز الشارع البيع للناس؟ المقصود ماذا؟ الثمن بعدما كان ملكا لزيد يسير لعمرو، والسلعة بعدما كانت لعمرو تصير لزيد، ملك كل واحد ما بيد صاحبه. إذن حل الانتفاع من المبيع هو المقصود من المعاملة، وهو البيع هنا. قال: فإن المقصود من البيع الانتفاع بمال الغير، فلا بد أن يكون المبيع منتفعا به، فلهذا اشترط في الصحة النفع. يعني هو الآن يريد أن يدلل على ماذا؟ على أن المقصود من البيع هو حل الانتفاع بالمبيع، فاستطرد لبيان هذا الأمر الذي هو مقرر عند الفقهاء ومعروف، لكن استطرد في بيانه فقال: فلهذا. يعني لما كان هذا مقصودا للشارع وهو حل الانتفاع بالمبيع، لما كان هو المقصود من حل هذه المعاملة، قال: اشترط في الصحة النفع. اشترط الفقهاء في البيع شروطا عدة، منها أن يكون المبيع منتفعا به، فالشيء الذي لا ينفع أو الذي يضر لا يحل بيعه. قال: والقدرة على التسليم. يعني واشترط لأجل هذا المقصود شرط آخر في البيع، وهو القدرة على تسليم المبيع. فلو باعه عبده الآبق، كان له عبد وهرب وما استطاع أن يأتي به، فقال هو بمئة درهم، يجوز؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأنه لن ينتفع به وقد ذهب. قال: والعلم به، أي واشترط شرط ثالث في البيع لحيازة هذا المقصود، وهو العلم بالمبيع. العلم بالمبيع، فالشيء المجهول لا يجوز بيعه،
لو قال أبيعك سلعة من السلع التي عندي بمئة ما يجوز هذا. أي سلعة؟ ما ندري. قال لماذا؟ قال لأنه قد لا يصلح لانتفاعه، قد لا يصلح انتفاعه، قد يكون عنده مثلاً تاجر سيارات ويقول بعتك سيارة من سياراتي بمئة ألف، يجوز هذا؟ لا يجوز لوجود الجهالة في المبيع، والعلم بالمبيع شرط. طيب لما شرط هذا الشرط؟ لما قلناه من أن الغرض من البيع هو حل الانتفاع بالمبيع، وهذا الذي اشترى شيئاً مجهولاً قد يقع في ملكه ماذا؟ سيارة لا يريدها، لا ينتفع بها. قال وكونهما أهلا للانتفاع، أي ولأجل هذا المقصود شرط شرط آخر غير هذه المذكورات، وهو كون العاقدين أهلا للانتفاع. قال فلهذا اشترط التكليف، يعني في البائع والمشتري أن يكون بالغا عاقلا، وكون العين ملكا له لا يبيع إلا ملكه، أو مأذونا له فيها بأن يوكله في بيعها. فإن وجدت هذه الأحكام، يعني الشروط المذكورة، فإذا وجدت هذه الأحكام التي هي مقصود البيع لأجلها عليه صح، أي صح البيع. وإذا انتفت، أي جميعها أو بعضها، أي بعض تلك الأحكام أي الشروط، انتفت الصحة فنقول هذا البيع غير صحيح، لأن الصحة لا تتحقق إلا بماذا؟ باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أظن الوقت ما رأيك نقف عند هذا؟ عند هذا؟ والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.